وطبعا شروق وجدي اللي طبعا عامله شغل خاصه على السوشيال ميديا اللي خاصه بقطاع اخبار المتحده وسي بي سي. بصراحه شغل محترف جدا، شغل بيبين قد ايه جمال العالمين الجديده. واللي هتكون معانا من الممشى السياحي هنا في مدينه العالمين، مساء الخير يا شروق. مساء الخير يا ميربت، مساء الخير يا حور، مساء الخير على كل مشاهدي شاشة أكسترا نيوز. برحب بيكم وبشكرك جدا يا ميربت على التقديمة الجميلة دي، وكلام كبير قوي الحقيقة. شكرا ليكي مرة تانية، واتمنى الناس كلها تكون شافت يعني بعيوننا العالمين الجديدة والمهرجان وكل حاجة بتحصل هنا كأنهم موجودين بالضبط، لو ما كانتش سمحت ليهم الفرصة أنهم يكونوا موجودين. في الحقيقة يا شروق، يعني انت طرت في السماء ونزلت تحت المية وعلى البحر، يعني عمل لعبت كل الألعاب في الحقيقة، وبينتي أو أظهرتي قد إيه الحياة الترفيهية هنا في مدينة العالمين ممكن تستمتع بيها في كل، في الجو، في البحر، على الشط، في كل مكان. حتى في سباقات السيارات كنت موجودة ونقلت لنا الصورة بشكل كبير، وأنا ملاحظة إن الفعاليات بدأت عندك بدري قوي، يعني إحنا سامعين صوت موسيقى شعبية أو فولك فلور تقريبا موجودة جنبك على الممشى. احكي لنا الأجواء عندك عاملة ايه؟ بشكرك مرة تانية ميربت على كلامك الجميل، وخليني أقولك أنه بالفعل مدينة العالمين الجديدة دايما، والمهرجان تحديدا مهرجان العالمين، بيفاجئ كل اللي موجودين هنا كل يوم بحاجات جديدة، بفعاليات مختلفة. الناس هنا يعني فعلا تحس أنهم عايزين يتأكدوا أن كل واحد ماشي على الممشى السياحي مبسوط وروحه حلوة والدنيا زي الفل، وده فعلا بيحصل ورايا هنا، وواضح من تكرار المشهد. يعني أنا ورايا فرقة الفنون الحرية للفنون الشعبية، وفرقة سوهاج، وفرقة كمان بترقص أو بتقدم استعراضات اسكندراني. يمكن دي مش أول مرة نشوفها على الممشى السياحي، ولكن دايما اللي أنا عايزة أكده لك من تواجدي هنا أنه كل مرة بيكونوا موجودين خلال العطلة الأسبوعية حقيقي بيعملوا حالة مختلفة جدا، والناس بتتلم حواليهم وبتبتدي تصورهم وبيبتدوا ان هم يقوموا معاهم بحركات استعراضيه، وكل ده بيبقى مجرد التمهيد لليوم اللي لسه اصلا هيبتدي فعالياته المختلفة. ولكن خليني برضو أذكر وأقول أنه دايما فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ما بيكونش ناقصها حاجة، يعني عروض أزياء شفنا، مهرجان العالمين للدراما، مهرجان عفوا القاهرة للدراما شفنا، ولكن دايما بيكون في بطولة رياضية أو رياضة بشكل عام موجودة معانا خلال الأسبوع، مختلفة عن الأسبوع اللي قبلها، عشان الأهل تشارك فيها وكل حد يلاقي نفسه في رياضة معينة يلاقيها هنا ويجي ويستمتع بيها. طبعا بجانب الحفلات الغنائية وبرده بجانب الحفلات اللي بتقام على المسرح كمان، مسرح العالمين، غير المشاهد الجميلة زي النافورة الراقصة اللي ثلاثية أو بيستخدموا فيها الـ 3D وألعاب النارية ومزيكا مختلفة. كل حاجة هنا فعلا فعلا جميلة ومختلفة وبتناسب الجميع وبتناسب جميع الأعمار. خليني أتكلم معاكي لو تسمحي لي يا ميرفت، أنه الأسبوع ده طبعا بيشهد احتفالات مختلفة، والنهاردة كنا دايما بنقول انه في نجوم عرب بييجوا وبيحيوا حفلات غنائيه هنا، احنا النهارده بنتكلم عن حفل غنائي مختلف تماما. احنا بنتكلم عن رابر انترناشونال، رابر او زي ما بيقولوا رابر عالمي، هيكون موجود النهارده على ارض مدينه العالمين الجديده في مهرجان او جدول اجنده مهرجان العالمين. احنا موجود معانا روس النهارده على مسرح العالمين، هو رابر أمريكي موجود النهاردة عشان يحيي حفلة غنائية كبيرة، ويعني أظن أنه هو على منصات التواصل الاجتماعي من أول ما وصل مصر، وهو عامل حالة يعني جميلة على منصات التواصل الاجتماعي. وبالفعل أظن أن احنا هنشهد إقبال كبير جدا في الحفلة المختلفة دي،
فاحنا كده بنقول انه مهرجان العالمين الجديده مش بس ضم يعني حفلات غنائيه للمغنيين المصريين او المغنيين العرب فقط، احنا بنتكلم ان احنا كمان بقينا دوليين، يعني بنجيب اي حد في اي مكان، واحنا لسه بنبتدي اول موسم من المهرجان. طبعا الاسبوع ده حافل جدا زي ما اتكلمتي يا ميرفت، يعني محمود الليثي كان موجود امبارح، مسلم كان موجود امبارح، وطبعا محمد عدوية كانوا موجودين امبارح في حفلة استثنائية جدا، حفلة شعبية، حفلة مختلفة الصراحة من يعني من العيار الثقيل كده زي ما بيقولوا. عايزة اقول لك ميرفت انا كنت هناك بالفعل، والناس ما كانتش يعني كانت متحمسة لدرجة انه الحفلة كانت طويلة، يعني ابتدينا مثلا على الساعة 10 وكملنا لحد الصباح، يمكن ما كانوش عايزين يروحوا. خليني اقولك انه الناس كانت حمس، ما كانوش عايزين يروحوا يا ميرفت، بجد فعلا الناس كانت متحمسة ولسه عندها طاقة وطاقة إيجابية مالية المكان، ومبسوطين جدا وبيغنوا بأعلى صوت عندهم لحد آخر لحظة في الحفلة. برضو كان موجود معنا على مسرح العالمين برضو سمر طارق وعلي أنديل ستاند اب كوميديان، وبرضو النهاردة هيكون معنا شار موفرز، طبعا يعني ليهم محبيهم كتير جدا هيكونوا موجودين في مدينة العالمين الجديدة، وبالإضافة لسولد اوت كوميدي كمان. خليني أقول إن احنا هنشهد بكرة حفل للفرقة أو فرقة كايروكي اللي هيكونوا متواجدين برضو في مدينة العالمين الجديدة. بجانب كل دوت، لو اتكلمنا عن الرياضات المختلفة اللي بتستضيفها مدينة العالمين الجديدة، فخليني أقولك ان احنا بدأنا بالفعل من يوم 23 ومكملين ليوم 26 الفولي بول او الكرة الشاطئية، ودي احنا بنتكلم ان هي مكملة معانا على مدار تقريبا 3 او 4 ايام. برضو في رياضة ابتدت معانا النهاردة يوم 4 او عفوا امبارح يوم 24، كانت هي الروينج او التجديف في البحيرات الطبيعية طبعا اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة. ده طبعا بالاضافة لمهرجان القاهرة للدراما. طولت عليكم بس كان لازم اقول لكم كل حاجة بتحصل على ارض الواقع. اتفضلي ميربة، اتفضلي حور.